بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على ازاي لما البطة تبيض او الفرخة تبيض وانا محتاجة ان انا ارقدها. انا مدخلش البيض في التلاجة وما بعينهوش في حتة حر علشان ما البيضة مش تخسر، ما تخسرش يعني. فهقول لكم معلومة صغيرة، طبعا كل الحبايب الغاليين اللي بيربوا عارفينها، بس في ناس برضو ايه بتقع منهم فبيبوظوا البيض وتيجي البطة ترقد ما بتتلقاش، بتقعد الفترة بتاعتها وبيكون البيض باظ. النهاردة هقول لكم على ازاي نحتفظ بالبيض كويس ولغايه لما يجي معاه ما البطه تخلص البيض بتاعها، العنقود بتاعها بتبتدي عايزه تنام ترقد. فاحنا بنعمل ايه؟ بنحط لها البيض بيكون محفوظ ومش بايظ. احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي البيض دون بتاع 3 بطات، لان انا عندي بطتين نايمين. البيض دون تلاقي حتى 3 اشكال. شوف البيضة عامله ازاي، شوف البيضة عامله ازاي، وشوف البيضة التالتة عامله ازاي. كل بيضه ليها بطه. فاحنا حبايبي النهارده هنتكلم على ازاي نحافظ على البيضه ومن قبل ما البطه ترقد وما تخسرش يعني. احنا بنجيب لها تبن او بنجيب لها رز او بنجيب لها ردة، اي حاجه طريه، تمام. بنحط البيضه على بوزها كده، اهي البيضه اهي، كل ما تتبيض بيضه بنحطها على بوزها وبنحافظ عليها بشويش كده. بسم الله. كل ما يتبط بيضة 2 3 بنجيبها. البطة دي بسم الله ما شاء الله بتاعت بطة مسكوفي، تمام. لسه ما شاء الله بدأت تبيض اهي، هي بدأت بيضة قبل كده، بس احنا حطيناها للبطة التانية لما جت تنام، وده بيضة تانية. فبسم الله ما شاء الله. احنا دلوقتي هنتكلم على ايه، ازاي نحافظ على البيضة من غير ما تبوظ. انا بجيب التبنه كده او الرده، بحط البيضه على بوزها اهي. بصوا حبايبي اهو البيضه كده اهون على السن بتاعها، شوف السن بتاعها اهو، شوف السن بتاعها ظهر دي زهره شويه، السن ده بحطه من تحت، تمام. بحاول اوقفها كده اهو، اوقفها كده عشان تسند، بحط لها تبنه عشان تسند، تمام اهو. كل يوم لما باجي بروح عامله كده، اروح هزقها وهي واقفه برضه، اروح هزقها شويه كده، اهزها بس كده، احركها، تمام اهو. بحركها، انا ما رضيتش احركها اللي قدامكم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. البيضه اتحركت اهي، اهي في دقيقه واحده، وبكون حافظت على البيضه علشان لما تيجي ترقد تكون البيضه سليمه ومش بايظه. دي معلومه صغيره كان علشان اقول يعني ايه، مش عايزة حد يخسر بصراحة. معلومة صغيرة ممكن الكل يكون عارفها بس البعض برضو يكون مش عارفها، تمام. انا كده بدخل البيض في مكان ضلمة شوية اهو، وبعيد عن ايدينا وبعيد عن اي حاجة عايز يدخل يلم بيض يعمل يروح اخد البيض دون مع ده، لأ خلاص. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله والمعلومة بتاعتنا، ويا رب تكون قلت حاجة مفيدة تفيد يعني. وشكرا لكم. لو المعلومة مفيدة لحد يعمل لي لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك وشجعوني علشان القناة تكبر. وكل معلومة ان شاء الله هعرفها او بعملها هقدمها لكم، وكلنا بنعلم بعض وبننصح بعض وبنستفيد من بعض. وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.